الذين للإنصات للمواطنين هما طبعا منخرطين داخل الحزب وغير منخرطين داخل حزب التجمع الوطني الأحرار. الغرض اليوم من هذا اليوم وهو الإنصات للمواطنين، هي ليست حملة انتخابية، هي يعني مرحلة مهمة لمدينة سطات من أجل الإنصات، من أجل معرفة المشاكل اليومية، انتظارات ديال المواطنين. ويمكن لي نأكد اليوم على أن يعني سمعت واحد مجموعة ديال النساء، مجموعة ديال الشباب، والانتظارات كنظن أنها جميعها كتصب مشكل ديال التشغيل، التشغيل ديال الشباب حاملي شهادات ولم يجدوا فرص شغل داخل مدينة سطات، مشكل ديال الصحة والحقرة اللي مازال كيحسوا بها يعني مرتفقي المراكز، وكيقول لك على أن خصك ولا بدا تكون كتعرف شي واحد يعني، وهذا الشيء مساكن يعني اللي كانت شيئا ما متوقعة. هناك مشكل ديال الترفيه ديال ملاعب القرب بالنسبة للشباب، فكنظن على أن مازال نتلائم مع مسار الثقة، لأن بالفعل هناك يعني أولويات هي التشغيل، هي الصحة، هي تكوين ديال الشباب. يعني أيضا غادي تسمع واحد المجموعة ديال الشباب كيتكلموا على كيفاش يمكن لهم ينميو مدينتهم ويبقاو في المدينة ديالهم.